منشية ناصر. تحدث الكثيرون عنهم أنهم مع الانقلاب وأنهم بلطجية وليسوا مؤيدين للشرعية، فجاءوا إلى منصة ربع العدوية كي يعلنون أنهم مع الشرعية وضد الانقلاب. وأيضا جاء معهم أفراد من حركة 6 إبريل ومن تمرد. الحمد لله رب العالمين. أحباب سيدي رسول الله، يهديكم مني سلاما، لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل على الأرض لفرشها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. اسمع، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله لقد جئنا ونحن أهالي منشية ناصر الشرفاء الذين اتهمنا بقتل إخواننا في أحداث المنصة، جئنا لنبرئ أنفسنا. هؤلاء هم أهالي منشية ناصر، أمامكم على المنصة هم خطباء المساجد، هم الأطباء، هم المهندسين، هم المدرسين، جاءوا يعلنون أنهم ضد الانقلاب. هؤلاء الشرفاء الذين اتهموا في أحداث الأزهر، يخرج علينا من الذي خرج؟ الكذاب الذي خرج عليكم منذ قليل وقال لكم: سأقوم بفعل كذا وكذا عند الفجر. أقول له: كذبت ولن تقدر أن تفعل هذا، ونحن ثابتون ونحن صامدون. هؤلاء هم أهالي منشية ناصر بينكم، جاءوا ليبرئوا أنفسهم، وأقول لكم إن هذه المرة العاشرة التي نأتي بمسيرة إلى هنا لنصعد إلى هذه المنصة الشريفة لنبرئ أنفسنا، فوالله لو جئنا 1000 مرة فسنأتي لنبرئ أنفسنا من هؤلاء الخونة وهؤلاء الكذابين، هؤلاء الذين يرموا علينا بالأباطيل، الذين يكذبون ليل نهار. اللهم انتقم من كل كذاب يا رب، انتقم من كل كذاب يا رب، انتقم من كل من رمانا بالباطل يا رب، من أراد بنا
المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واجعله للعالمين آية يا رب لا ترفع له راية يا رب لا ترفع له راية يا رب لا ترفع له راية يا رب أسألك نصرك يا رب أسألك نصرك يا رب نسألك عودة رئيسنا يا رب نسألك عودة رئيسنا يا رب نسألك عودة رئيسنا. أقول لكم لنا هنا في رابعة أكثر من 20 خيمة وأقول لك يا أيها الظالم نحن جالسون معتصمون محتسبون ولن نترك الميدان لن نترك الميدان. واعلم اعلم أن في الميدان رجالا ونساء وأطفال جاءوا. أتعلم لماذا جاءوا؟ جاءوا يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. يا عباد الدنيا يا من تحرصون على الكراسي قالوا علينا بلطجية تسكت تسكت الداخلية قالوا علينا بلطجية تسكت تسكت الداخلية. أقول لكم أقول لكم والله إن هؤلاء الذين يكذبون لا يزيدنا كذبهم إلا ثباتا. فبعدما أخرج هذا البيان إذا بالعلفات تأتي من البيوت يأتون لأن غايتهم الجنة ويعلمون أن ميتهم سعيد ميتهم سعيد لأن غايتهم جنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض. تسكت تسكت الداخلية تسكت تسكت الداخلية تسكت تسكت الداخلية يسكت يسكت حكم العسكر يسكت يسكت حكم العسكر. ايوه بنهتف ضد العسكر يسكت يسكت ضد العسكر يسكت يسكت حكم العسكر يسكت يسكت السيسي يسكت يسكت الخونة يسكت يسكت الخونة يسكت يسكت الخونة. وأخيرا يقولون أنكم تعبتم هل تعبتم؟ ثابتون ثابتون محتسبون محتسبون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لأهالي منشية ناصر وشكرا لكل الشرفاء. والجبل جبال واحنا يا جماعة قاعدين